حبيبي. خش انت فيك نفس، خش. كنت هتقفل وتمشي. خش. لا انا هو في اي حته حد ياخد منه الجاتوه عشان ما يضربوش كله. مين ده يا اختي؟ ده تلاقيه العريس بتاع بيت ياسمين. بسم الله ما شاء الله، طول بعرض. زين ما اخترت يا ياسمين، البت طلع ذوقها كده حلو زي ستها. انت ايه اللي اخرك لحد دلوقتي يا منيل؟ اصل المنطاط عطل في الهوا. زين بقى البراشوتات انا والحاج اولى. فقري طول عمرك وملكش حظ يا رمزي. رمزي اسم العريس على اسم ابن عم ابوها. اسم مش ان بقى الاوان يا نقنق، يعني احنا عايزين نبقى ختامها مسك. وبصراحة كده يعني من الاخر انا نفسي يعني اخر 3 اشهر في حياتك ان شاء الله. في حياتك؟ انت هتفضل لطخ كده لحد امتى؟ ده انا كنت عيلة نونو كده برضع وانت شحت كده بتروح المدرسة. حياتك ايه؟ بهزر يا نقنق بقى. قولي جهزت نفسك؟ جبت كل الاجهزة الكهربائية ولا لسه جخل زي ما انت؟ جخل من مجاميعه يا نقنق. يعني شوفي بقى، بوتاجاز 2 شعلة مسطح. هو ده اللي انا كنت مسطح. وتلفزيون ملون يا نقنق 14 بوصة. وتلاجة ديك فريزر. يعني وكارتلهم في المخزن ومستنيين سيدة البازار. ليه هو انا هخش في البازار؟ ما تلمي بنتك يا انعام، دي عايزه تلطش عريش البيت، عايزه تعنشها زيها. اسمع كده من سكتي انكشح. انا اتطلقت. مجيده يا مجيده، سامعه يا اختي ولا مش سامعه؟ بنتك اتطلقت. يا لهوي يا انعام، ابنك طلق بنتي. يا لهوي يا لهوي. تستاهل القدره، كويس مستحمله لحد كده. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتفضلي يا اختي، اتفضلي انت والاربعه اللي معاكي باللي في بطني، انضمي للمنتخب القومي. اتفضلي. الوادي الله يخرب بيته، طلقني الطلقه الثالثه منه لله. والثالثه ثابته. اوعى يا اخويا الكشف، ثابته يعني قاعده معانا على قلبنا مش هتتحركي. انت يا واد، انت في مدرسه ايه؟ انا بشبه عليك، انا شفتك قبل كده. الهاي كونكلوجين سكول يا طنط. عارفاها، مش دي تجريبي؟ وماله لما يجرب يا اختي، الحياه يا حبيبتي كلها تجاره. شوف يا ابني، انا عايزه اعرف ايه حدود العلاقه اللي بينكم، لاني اخشى كأم يعني من العلاقة اللي بينكم. مشكلة ياسمين يا طنط، أخلاقها. أنت عرفت أخلاقها دي منين؟ لما جيت الشهر اللي فات يعني علشان أرى عداد الطاقة الذرية، هي اللي فتحت لي الباب. إلا أقول لي يا أخويا، إحنا جبنا كام الشهر اللي فات؟ مش فاكر بالظبط، بس حوالي 25 في زوايد. 25 في زوايد يا حرامية، يبقى أنتوا أكيد برضو ضفتوا الزبالة على الطاقة الذرية. أنا مش دافع يعني مش دافع. وشيلوا بقى العداد بتاع اليورانيوم من بير السن. راجل يا حبيبي، هو ذنبه ايه؟ الراجل ما بيعملش حاجة غير انه قارئ، بيجي يقرأ العداد ويسجله ويلفلفهم بيه. طلعت الزبالة النهاردة؟ هو مين اللي طلعها امبارح؟ أنا. يبقى الدور عليك النهاردة يا حبيبتي. لما فتحت لي الباب خرج من عينيها شعاع لخبط الدنيا جوايا وخلط بين الخجل والطاقة الكينماتيكية. قلت خلاص، هي دي الأوزي اللي ممكن أكمل معاها حياتي. أوزي؟ طب يا حاج دولا، مدام دبحين أوزي ما عايزين. أوزي إيه بس يلا يا حاج بس. مهم كمل كلامك يا ابني، بعد كده إيه هتاخد معاك الأوزي دي تلف معاك تقرا العدادات؟ المهم يا عمي، أنا بمديلك إيدي وطالب منك القرب في ياسمين. يلا يا جماعه نقرا الفاتحه. تقرا الفاتحه على رجلي، ما تقوم يا امين. الف مبروك يا ابني. الله يبارك فيك. الف مبروك يا حاج دوله. الف مبروك على ايه بس يلا يا حاج رمزي؟ بس يلا يا حاج رمزي والنبي، فاتحه اللي هتقراها يا ابني انا مش هينفع اقرا الفاتحه معاك، لازم حد كبير اقدر اتفاهم معاه. فين اهلك؟ اهلي
ومال اهلي في حاجه زي كده؟ ومال اهلك ازاي؟ ما انا لازم حد اتفاهم معاه في تفاصيل الجواز. تفاصيل الجواز انا بعتها لحضرتك على الايميل، وبابا هيبقى ينزلها ان تاتش من على الكمبيوتر، يعني يبقى رد على بعض بقى في الماسنجر. ماسنجر ايه اللي هنرد على بعض؟ وانتوا يا ابني بتتكلموا في ايه؟ وايميلات ايه وبتاع؟ ايه الزمن الغريب اللي احنا فيه ده؟ فين ايام زماننا وايام زمن بقى الفن الجميل والاستاذ تامر حسني؟ ايوه لسه سعد الصغير كبر ما شاء الله دلوقتي، ايه الزمن الاخبر ده؟ يا عمي يا عمي الدنيا اتقدمت، ده خلاص الناس طلعت زحل. ده انت اللي ليلتك زحل، بص لاما اهلك يجوا ينهوا ويطلبوها بنفسهم، لاما مفيش جواز والجاتو ده يتشال يتحط في التلاجة لغاية ما يجي ابوه. يا حاج دولة، طب يعني افرض ابوه اتأخر، يعني هفضل جعان كده؟ نورتنا يا حاج شربيني، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. حضرتك انت وصلت بعد دقيقة وربع من ساعة ما بنتكلمك، اتأخرت علينا قوي يعني، لكن عموما احنا ندخل بقى في التفاصيل عشان نختصر الوقت، اتفضل. يا سيدي ادخل براحتك، انت هتخوفني ولا ايه يا استاذ عادل؟ احنا طبعا ناس ما يهمناش الماديات بالمره طبعا يعني، لكن كنت عايز اعرف يا ابني يا هيثم، انت مرتبك كام بالظبط؟ انت بتحرجني يا عمي والله. انا يا عمي مرتبي يعني، انت عارف ان انا لسه بادئ حياتي يعني. قول قول. اخلص اخلص عمي. انا باخد 100,000 جنيه في الشهر. ايه 100,000 جنيه بشعرك ده؟ نعمل بيهم ايه 100,000 جنيه؟ انت تاخد البنات كده هو بتوع الناس، بنات الناس تمرمطهم معاك. ايه يا بابا، دي حياتنا يعني، ولازم نبدا في الاول واحنا تعبانين. ايوه يا بنتي، ما احنا برضو عايزين مصلحتك، وانت فكري ان احنا قصدنا نضايقكم ولا نضركم. بالعكس يا بنتي بالعكس، لكن شوفي دلوقتي كيلو السكر بقى ب 2000 جنيه، ازازة الزيت الزقبقي اللي ما بتقعدش على نص طبق سلطة ب 5,000 جنيه، تعملوا ايه؟ يا استاذ عادل يا استاذ عادل، ما تدقش في الحكاية دي، ما حدش بيبات من غير عشاء يا استاذ. ايوه ما بيباتش من غير عشاء، بس مش معقولة كمان الغدا والفطار هيعملوا فيهم ايه؟ هيتقضوها يعني وجبة واحدة في اليوم؟ دي نفس الدقة يا استاذ، برضو شوف لك دقة تانية. والله ممكن يعملوا ميزانية مجدولة ويمشوا على اينونتها. بعدين يا عمي انا مقدم على شغل يعني بعد الظهر في مفاعل نووي جنبنا هنا في الطلبية. مش المفاعل النووي بتاع الطلبية اللي بيعمل حلاوة المولد ده؟ ايوه. ما يا ابني ده موسمي يعني، بيشتغل شهر و11 شهر ما بيشتغلش. احنا نتكلم في المفيد بقى، هتجهزوا ايه يا استاذ عادل؟ والله حضرتك يعني معروف ان الاجهزه الالكترونيه كلها بتبقى على العريس، يعني عندك مثلا بوتاجاز 2 عين طاقه شمسيه على العريس، دي معروفه، وبرضك الغساله اللي هي بتبقى بتقرش وبتمرش وبتلبس وبتنظف، دي كلها برضك على العريس ولا ايه يعني؟ وكمان معروف برضك ان على العريس الساتلايت. ايه يا حاج دولة، لازمته ايه الساتلايت؟ احنا ممكن نشد لهم وصل الدش من على اول الشارع. بس يا حاج رمزي خليك انت في الجاتو ده عشان يا رب يجيب لك سكر. عشان خاطر هيثم ماشي. وعايزين مروحة طائرة تحت السيطرة في كل. انا عايزة سالوبي. وش انا بقى؟ انا عايزة ايبود. وانا عايز موبايل. بص يا ابني احنا اهم حاجة عندنا مكنة تأشير الكمترة. هي دي بقى الشعراية اللي قطمت ظهر الخروف. انت كده عايز تبوظ الجوازة يا استاذ عادل. ابوظ الجوازة ايه؟ معروف ان مكنة تأشير الكمترة بتبقى على الخروف على العريس، يعني معروفة يعني. لا يا عمي عمي انا ما اسمعلكش لو سمحت، كده اوفر دوز موز عليا. علشان خاطر عيون ياسمين انا هجيب مكنة تفصيص الطوب. ليه؟ هو انت ما كنتش عايز تجيب كمان مكنه تفصيص الثوم؟ يا ابني ده مكنه تفصيص الثوم والمقشره الليزر والمقشره الـ LED على العريس، طول عمرنا عارفين. يا ماما ممكن نجيب الحاجات دي بعد الجواز حاجه في حاجه يعني. يا بنتي انت مش عارفه مصلحتك، يعني هتاكلي الكمتره بقشرها معدتك يوم ولا اتنين وهتبوظ. يا عمي احنا شباب زي الفل ولسه في صحتنا ومعدتنا تقدر تهضم اي قشر. انا بقول يعني لو هو عنده شقه نشيل احنا. لو عنده شقة انت شايفة كده؟ طب بص يا ابني
بالنسبة للشقة بقى، أنا مش عايزك تاخد شقة في برج خرساني. من بعد الزلزال بتاع 2022 الواحد بقى يخاف من التوابع، لازم العمارة تبقى على كبال وعلى باكم. ها؟ بصراحة أنا ما عنديش شقة. إيه؟ ما عندكش شقة؟ يا إخوانا حلمكوا على الولد مش كده. حلمنا إيه يا عم بالسيجار بتاعك؟ ده بيقول لك ما عندوش شقة. يا عمي، يا عمي اسمعني بس. أنا يعني أنا شايف إن الشقة هنا جميلة وواسعة وبرحة، فقلت يعني هسكن معاكم. تسكن معانا؟ ده أنت كمان جايبة لنا عريس أعمى، شايف لك الشقة واسعة، وأنت ما حوشتش فلوس ولا إيه؟ يا عمي حوشت، بس كل حيلتي يعني 4 مليون جنيه، يعملوا إيه يعني؟ إيه؟ 4 مليون جنيه؟ أهدايا يعني يا بابا. بداية إيه وهبابي إيه؟ ده دلوقتي أقل شقة 4 متر دلوقتي في العشوائيات الذكية ب 20 مليون جنيه على الأقل. يا بابا أنت ممكن بس تستحملونا شوية لحد ما أنا أعمل جمعية مع أم ميرفت ب 250 ألف جنيه في الشهر. ويعني انا هجيب يعني اوضه كده كاوتش من اللي بتتنفخ دي، ولما نبقى نصحى من النوم نبقى نهويها. تهوها؟ وافق يا عادل. لما توافق يا عادل. وافق يا عادل. يا كابوس كابوس فظيع يا رانيا. خير اللهم اجعله خير. بقولك ايه، انسي الطقم اللي بايركس الحراري ده خالص، رجعيه لو سمحتي، ودخلي ياسمين بجمعيه ب 2 جنيه في الشهر. طقم البايركس ده مش هيبقى له اي لازمه في المستقبل. جمعيه ايه يا عادل؟ حرام علينا نلقي على عاتق البنت مسؤوليات اكبر من حجمها. اسمعي الكلام اللي انا بقولك عليه، انا اضرب مصلحتها وما تخليهاش تفتح الباب لاي حد بيقرا عدادات، وخصوصا عدادات اليورانيوم. انا بقولك اهو. يورانيوم ايه على الصبح يا عادل؟ اللخبطه اللي انت بتلخبطها. اسمعي الكلام اللي انا بقوله لك ياسمين، اوعي تفتح الباب لاي حد. مالكيش دعوه بابا. يعني ايه مالهاش دعوه بيا؟ انا بقولها عشان مصلحتها، وانا بقولها عشان اغلس عليها. يعني هي مش شومه اللي انت بتقوله اصلا يا عادل. ما دام انت فاهمه لازم تفهميها، انت امها، اوعي تفتح الباب وخصوصا لاي حد بتاع عدادات. يا دولا مالك يا عم كده منبسط الاهارير؟ انت بتتكلم عبري يلا رمزي. فعلا يا دولا انا بعبر. انت تعرف المطرب ماجد المهندس؟ ده اخو ماجد المصري. يعني بص، زي ما انا من اهم الشعراء في مصر، هو من اهم المطربين في العراق. المهم يعني كلمني قال لي والله يا استاذ عادل انا عايز قطعه من اشعارك اغنيها. قلت له اوكي انا ما عنديش مانع خالص. يعني حلو قوي يا دولة، حلو قوي. طب وانت عندك يعني اغاني غنيها؟ انا اصلا يا ابني بكتب اشعار من وانا في تانية ابتدائي. ليه يا دولة انت بتكتبها على كراسة مربعات؟ صدق فعلا انا كنت كاتب اشعار كتير جدا على كراسة المربعات، كنت حتى ساعتها مسميها الشعر الهندسي، وبما ان هو ماجد المهندس وده شعر هندسي هتنفع معاه. في قطعة بفكر فيها كنت بكتب فيها يعني اللي هي ايه، يا ماجد يا معلمة ألم وبرجل ومن ألا. الله يا دولة، الله، ايه الجمال ده يا دولة؟ الله، ده انت بس مش هتقطع يعني عيش الشعرة بس؟ ليه ليه ليه؟ ده انت هتقطع عيش مدرسين الحساب كمان. اه والله اللي عايز بقى يستفيد يدفع الحاجة مجنية يدفعوا فيها اتنين عادي. عندك حق يا دولة، يعني انت فتحت نفسي للشغل يا دولة يعني. وانا كان في حاجة بس يعني مستحرج اقولها لك. والله انا اللي مستحرم اسمعك، بس هعمل ايه؟ ابن عمي يقول يا ابني قول. بص يا دولة، يعني هو طبعا مما لا شم فيه انت مستهزئ. يلا يا رمز انا هشم وراك، قول يا ابني قول اخلص. بص يا دولة انا جات لي يعني حاجة كده بس مش عارف اذا كانت يعني شعر ولا نسر ولا ايه. لا انت دي حاجة ما تتكتبش، دي حاجة تطير. قول قول يا رمز. خد عندك يا عم. انت يا دولة قلت ايه؟ يا ماجد يا معلمة ألم وبرجل ومن ألا. شفت لزقت معاك ازاي؟ علم على الناس. انا بقى عملت حاجة مختلفة خالص يا دولة. يا ماجد يا معلمة ألم وبرجل ومقلمة. لازم منقلة يا ابني، مش مهندس لازم احتاج المقلمة. المقلمة دي، المنقلة دي هي اللي هتوزن البيت كله. يا دولة يا دولة، ما هالبرجل ده والمنقلة جوه المقلمة كله. انت ايه اللي دخلك في الشعر؟ انت ايه اللي خليك تدخل في حاجة زي كده اصلا؟ انا راجل شاعر شغلتي اكتب شعر، هو راجل مطرب شغلته يغني. طب وانا راجل اهبل شغلتك تتهزق.
يا حبيبتي يا من كنت، يا حبيبتي يا من كنت معي حتى يا بقى ماجد المهندس يكلمك انت. يا سلام، وفيها ايه يعني يا ماما؟ اذا كان هو ماجد المهندس انا عادل سعيد، هو مطرب وانا مؤلف اغاني، عادي جدا، الشيء لزوم الشيء. لا بس الملاحظ ان ماجد المهندس بينشد انشودات بالعربية الفسيحة، اما انت يا روحي لسانك بينطق بالعامية الدراجة. الدراجة؟ الدراجة دي بتتركب يا ماما، العامية الدرجة هي اللي بتتكتب يعني. وبعدين لعلمك يعني انا بكتب كل الاصناف وكل الانواع، انا مكمبر على قصيدتين لغة عربية فصحى فظاع فظاع، هتلاقي بقى فيهم الناعت والمنعوت به والفاعل والمفعول به والمن والاليه واكبر من واصغر من وكده يعني. اكبر من واصغر مني دي في الصرف، في الصرف، في الصرف معروفة يعني. وانصرفي بقى يا رامي عشان عايز اركز واخلص القصائد المطلوبة مني دي بعد اذنك. حبيبتي يا من كنت معي في تانية اعدادي. عادل اعمل حسابك يا روحي لو انت فعلا هتكتب لماجد المهندس انا هعمل معاه ثنائي غنائي. قصدك 20 يعني. وبعدين ثنائي غنائي ازاي يعني يا ماما؟ هو انت اصلا بتعرفي تغني؟ طبعا يا حبيبي، انا عندي موهبه غنائيه منذ الصبا. طب اغني عليا غني. تحب تسمع ايه؟ قديم ولا جديد؟ غربي ولا عربي؟ اجنبي ولا انجليزي؟ انت بتتاري على الرغم ان انت المفروض تبقى اول واحد تقف جنبي وجنب موهبتي. موهبتك ايه؟ وانا شفت منك حاجة هأمن بموهبتك دي عمياني يعني؟ ما انا لازم اشوف حاجة، سمعين حاجة. اوكي. اسمر يا اسمراني سيرة من قسك عليا، لو ترضى بهواني ترى برضو انت اللي ليا، بتزيد عذابي ليه ويهون شبابي ليه، طول غيابك ليه قولي ليه قاسي ليه 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 يا اسمر. بصي هي يعني عارفة موهبة شبه موهبة يعني، بس هو انت المشكلة عندك في حبل صوتي معين هو اللي فيه المشكلة، احنا لو وصلنا للحبل الصوتي ده نقدر نزبطه يعني، بس حاولي تسمعيني حاجة تانية كده. صفيني مرة ترارا وجفيني مرة ترارارا، ولا تنسانيش كده بالمرة، صفيني مرة وجفيني مرة. ايوه انا زبطت الحبل الصوتي اللي انا بدور عليه، احنا بس لو جبنا اوله هنعرف ننشر عليه على طول. لو زبط ممكن يبقى عارفه موهبتك تبقى داخله في منطقه اللي هو ايه شبه مطربين يعني. ما تقلقيش يا رانيا ما تقلقيش. يعني انفع يا عادل؟ بصي انا ما اقدرش اقول تنفعي، بس بجد يعني انا ما اقدرش افرضك كمان على الوسط يا رانيا، بعد كده هيقولوا عشان هي مراته وهو اللي فارضها وبيشيل الكلمات الكويسه يديها لها يعني، مثلا ممكن اليسا تزعل او نانسي عجرم اي مطربه، انت عارفه بقى كلام الجرايد. خلاص يبقى نطلق. لا مش هنوصل لطلاق يعني، عموما انا هحاول هقول للماجد المهندس يعني، بس هلمح له من بعيد لبعيد كده، وانت برضو يعني لو حصل تعاون يبقى برضو ايه من بعيد لبعيد يعني، انت تغني في حته وهو في حته تانية، وبعدين لو حصل مثلا يعني ونجحتي ولا حاجه برضو يبقى من بعيد لبعيد يعني، كليب مثلا او فيديو كليب، يبقى انت الكليب بتاعك في حته كده وهو يعني، بحيث ايه في النهايه ان شاء الله يعني ما تنفعيش خالص يعني، باذن الله يبقى كويس. يا حبيبي يا لك. ايوه بس برضو من بعيد من بعيد عشان لسه عندي تركيز، خلينا في اكل عيشنا بقى يا ماما. بجد يعني المفروض نعمل كده كده. انتوا اللي ايه ده؟ انتوا لسه ما جهزتوش؟ وبعدين يا جماعه يا اخوانا الفنان ماجد المهندس دلوقتي على وصول، وانتوا قاعدين لي بالبيجامات والجلاليب والتريننج يا حماتي، معقوله بقى ماجد المهندس هيعبرك انت بامره ايه؟ ده انت بتكتب مصري بالعافيه، هتكتب له قصيده شعر عراقي. انا ممكن اساعدك على فكره، ان انا مطلعه جدا على الثقافه السومريه والبابليه وبتحدث بالعراقيه بطلاقه. لا 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 يا جماعه انا مش محتاج كده، انا بالعكس انا هكتب باللغه المصريه العاميه عادي جدا، وهو ياخد بقى يترجم للعراقي يعني، يصرف على شغله بقى يعني. عادل بيتكلم كل اللغات.
يترجم العراية ايه يا ابني؟ وانت فاكر العراية ده بيكتب من الشمال لليمين ولا من فوق لتحت؟ انت مالك، انت مالك ابننا وبيعرف كل اللغات، ايش حشرك انت في الحاجات دي؟ ربنا يخليكي ليا يا حماتي. عموما انا يا جماعه على فكره عشان تعرفوا بس ان معاكم في العيله حد عبقري، يعني انا اشعاري هتلف العالم بعون الله. يعني دلوقتي ماجد المهندس هيعمل الاغنيه دي بالعراقي، بعد كده اسمه الجسمي هتلاقيه طالب مني اغنيه بالخليج الحزين، جورج وسوف يسمع الاغنيتين يغير طبعا يقول لي لو سمحت يا عادل انا عايز اغنيه اغنيها باللبناني على الجبال او موال، موال لبناني. بعد كده طيارات بقى، طيارات مش هبقى فاضي ترجم طبعا. خلاص يا حبيبي ولا يهمك، احنا نجيب ترجمان. لا يا حبيبتي احنا مش محتاجين، يعني مثلا عندك نجيب محفوظ كان جايب مدرس انجليزي بيقعده جنبه يترجم له الاعمال بتاعته، بالعكس كان بيعمل الاعمال بتاعته كلها تتنشر، الناس التانية تعجبهم الاعمال ياخدوها يترجموها بقى. وانت ايش جابك انت لنجيب محفوظ يا شاعر بلا افية؟ بصي بلا افية مصر ما جابتش غير اتنين، نجيب محفوظ في الادب وطبعا عارفين اعماله اللي هو راجل المستحيل والشياطين ال13 والشياطين الخمسه وتختخ ونوسه، وانا في الشعر بقى، والشعر بتاعي ده طبعا يعني هيكسر الدنيا هيلف العالم يا ماما. ايه لا 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 خدي اهو خدي استنى ما حدش يفتح قوموا استخبوا بجلالبكم وبالجماتكم وبترينكم. لا 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 انا متاكد ان هو ماجد المهندس. ايوه ده موعده مظبوط انا عارف. عايزين نشوف. لا 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 معلش النبي يا جماعه خلي بالكم ان انا مستقبلي هنا اهو، لو سمحت خشي يا رانيا. لا انا دويتو الثنائي بتاعه. مش هنقنعه الاول بعد اذنك يا رانيا، بعد اذنك ما تبوظوش شغلي. يا مرحبا يا مرحبا. مرحبا سيد عادل. اهلا وسهلا. كيف الحال؟ الحمد لله. مرحبا يا مرحبا. زي القمر. شاقول تري تري جونتي، مش معقول يا شاب زي الفل. تفتكري مرتبط؟ اكيد، ما اللي زي دول دايما بيرتبط. طب ما يرتبط بينا احنا الثلاثه. اقعد اتفضل. نورت مصر والله. الله يخليك، منور بوجودكم يا سيد عادل. شو الاخبار؟ الحمد لله تمام. شوف سبحان الله انت داخل عليا وبالصدفه الكليب بتاعك شغال في التلفزيون اهو. والله يا ريت تتكلم بالشغل استاذ عادل لان ما عندي وقت. لا قوي عينيا بس معقوله يعني هنتكلم في الشغل وانت على بطن فاضيه لازم تتغدى معانا. لا معلش مره ثانيه، بس الحقيقه انا سمعت عنك وعن اشعارك الجميله من بعض الاصدقاء وحاولت احصل على موبايلك ما لقيته، واخيرا الحمد لله حصلت بالدليل اهو. ده دليل على ان ربنا رايد للاغنيه العربيه الانتشار وانها تكسر الاغنيه الاجنبيه وتديها كتف يا نجم. يا ريت تسمعنا شيء سلعاد ممكن. قوي طبعا اسمعك، بس يا ريت يعني حضرتك تقول لي بس على طبقه الصوت بتاعتك، يعني مثلا لو غنيت لي حاجه. انا اصلا عندي اغاني كتير جدا واشعار كتيره جدا بس كل حاجه ليها طبقتها، يعني ممكن تغني لنا حاجه؟ ممكن اغني لك. بين ايديا واحس انك بعيد، ذوب احضاني مثل قطعة جليد، علم العشاق كيف الحب يكون بلا حواجز، أحلى طعم الحب أكيد، زيد ناري وخلي بجروحي ملح، خلي نسهر ليلنا لحد الصبح، لا تفكر حبنا غلطة ولا صح، اش ما يعد العمر حبنا يظل جديد. ايش رايك؟ الله، لا يعني حاجة جميلة، بس يعني برضو يعني انت ليه بخيل كده يعني يا استاذ ماجد؟ بتقول لنا حاجة جميلة كمان يعني. كفاية، خلينا نسمع من عندك احسن. ماشي. أنا صراحة يعني القصيدة دي أنا كنت مخبيها ليا يعني عشان لو أنا بقيت مطرب أو حاجة، بس صراحة يا مجود يعني ما تغلاش عليك. الله يخليك. أهو. كمرها دي تنفع بقى لأي عيد ميلاد، أنت موجود في أي حتة تخش على طول. عيد ميلادك يا حبيبي أو يا حبيبتي حسب صاحب عيد الميلاد أو صاحبتك، عيد جميل بيتغني ليها أو ليه هو وصحبته.
تورتة وشمع وجاتو وباتون سليك. دي تغني عشان ما تقولش بتنسى ليه. بتنسى ليه يا استاذ عادل؟ انت شغال في فرن؟ انت متاكد انك الاستاذ عادل سعيد الشاعر المصري المشهور؟ اوريك الرقم القومي؟ لا لا ما في داعي، بس الظاهر اني جيت في وقت انت محضر باعمالك واشعارك، ان شاء الله وقت ثاني اتمنى تحضر مجموعه راقيه شويه واحسن. لا انا عندي كتير يعني حضرتك، يعني بص، لا استنى، بص حضرتك انا عندي اشعار والله العظيم. معلش طب حضرتك اسمعك اي حاجه ثانيه يعني؟ بلاش بتنسى ليه. طب حضرتك يعني، طب اسمعك جزء من بيت، طب من شقه، طب اوضتين وصاله، طب الغداء يا استاذ ماجد. بابا هو انت صحيح هتغني؟ لا يا حبيبتي، يعني انا دلوقتي ما بفكرش في حكايه الغنى دي خالص، بس هي دايما بتبتدي كده، انت عارفه كل المطربين اللي بيغنوا دول ابتدوا، لا اما مثلا شاعر بيكتب اشعار او ملحن بيعمل الحان يعني، وبعد كده بيجيب قميصين مشجرين يضرب القميصين مع شويه جل في شعره وينزل يغني. هي دي شغلانه يعني. وانت عرفت سكه ماجد المهندس دي منين؟ عرفت سكته منين؟ قول يا ماما، هو عتل عليها ازاي؟ ده قلب الدنيا على نمر التليفوني، خد مصر دي كلها كعب داير لغايه لما لقى النمره وكلمني بنفسه. ماجد المهندس حاجه غريبه جدا، حكايه لا يصدقها عقل. عارف لولا شفته بعينيا دي اللي هياكلها الدود كنت قلت عليك هجاص. كفايه بقى يا سناء، رزق وجه لاخوكي، واكيد هيعم علينا كلنا، مش كده يا عدول؟ يا سلام. طبعا يا ماما انت تأمري، بس انا ماجد المهندس بس يعربني وانا هروقكوا كلكم. انا يا عادل انا فخوره بيك، يعني فخوره بجد، جوز بنتي بلس انه يعني تاجر اثار كبير، ده احساسه رهيب جدا وشاعر عظيم. ربنا يخليك. امال انا ارتبطت بعادل ليه اصلا يا مامي؟ ما هو من قصائد الشعر المموهه اللي كان بيحدفها في وشي وانا واقفه في منصيف الليالي في البلكونه. منصفتر بقى يعني تحس كده. يا جماعه بجد والله انا مش عارف اقول لكم ايه، انتوا قد كده يعني واقفين جنبي وبتايدوني عشان ارتقي بمستوى الاغنيه العربيه قصاد الاغنيه الاجنبيه. انا بعون الله هتغابى على كل مطربين بره، هخلي شيرين عبد الوهاب تكسر مادونا، هخلي عمرو دياب يقطع جاكسون، هخلي محمد فؤاد يعلم على ترافولتا. بعون الله يا اخوانا على ايدي الاغنيه هترتقي ارتقاء عجيب عجيب عجيب، هخلي العالم كله كل سنه كل صيف يبقى في مارينا بيتفرج على حفلات ليالي التلفزيون. برافو عليك يا عادل، احنا ان شاء الله هنناطح اعلام الغناء الغربي. يا حبيبتي ايد النور مش شايف، يا حبيبتي ايد النور، يا حبيبتي الدنيا ضلمه انا خايف، يا حبيبتي ايد النور. بس يعني معلش، حاسس ان القصيده دي فيها كميه اضاءه كتيره جدا، محتاجه يعني مدير اضاءه كويس، بس انا ممكن ارشح له المغربي يعني. هو غالي بس انت عارف ماجد ساعات. مساء الخير. شوف الزبون. حاضر. ايوه حضرتك عايز انه تمثال عادل سعيد؟ لا ده الوحيد اللي عندنا هنا يعني، ومش للبيع، ده للعرض فقط. حضرتك عادل سعيد الشاعر؟ معجبين بقى ودوشتهم. بص عليك انا ما عنديش صور يعني، لكن لو عندك اوتوغراف ممكن اكتب لك فيه قصيده بيت اي حاجه كده يعني. حضرتك انا بسالك سؤال محدد، حضرتك شاعر؟ ايوه طبعا شاعر، بيبان من شعري ومن حواجبي، الشعر بيبان عليه طبعا. اصلا انا شاعر زميل. شاعر زميل وجاي لي بقى كواسطه يعني، عايزني يعني اتوسط لك بقى عند حمائي، عند حكيم، عند حميد، عند اي حق؟ لا لا اطلاقا، دول كلهم اصحابي. ايه تعرفهم منين؟ من ايام الجامعه؟ لا انا عامل لهم شغل كتير قوي، مغرق السوق. سوق العبور ولا ايه؟ على فكره انا سمعت عنك كتير. يبقى اكيد ماجد ابتدى يرغي، مع انه قلت له استنى بس يا ماجد لغايه اما الالبوم ينزل داري على شمعتك تطفي، ما اسمعش الكلام. طيب يا استاذ حضرتك، بما ان انت شاعر فانت عارف يعني ان الواحد بيبقى وقته محدود، يعني انا لسه بكتب في قصيده، لسه بشطب البيت يعني الدور الثاني في البيت، حضرتك دخلت على طول، انا وقتي محدود. واحيانا كمان الموهبه بتبقى محدوده. قصدك ايه؟ قصدي اني بشكك في موهبتك. ايه ده يعني ايه تشكشك في موهبتي؟ أنا جبت سيرة بشكشك. أيوه قلت بشكشك. بقول بشكك في موهبتك. يعني إيه بتشكك يعني؟ هو إحنا بنبيع بالقسط؟ هو أنا ما بنشككش. أنا مش بس بشكك في موهبتك،
انا بشكك في اخلاقك كمان. ده انت هتخرمني خالص يا عم. لا 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 انا ما اسمحلكش. لو كان عندك اخلاق يا استاذ ما كنتش تدعي انك الشاعر عادل سعيد المعروف. لا حضرتك انا الشاعر عادل سعيد. سيبك من المعروف، انا عادل سعيد. بلا عادل بلا سعيد بلا شاعر، انا عادل سعيد الحقيقي. لا انا عادل سعيد. لا انا عادل سعيد. انا عادل سعيد. انا عادل سعيد. بس مين فيكم عادل ابن عمي؟ هتلخبط خلاص. انا عادل سعيد بس مش ابن عمك يا ابني. ايه ده يعني مش ابن عمه؟ لا انت هتنقي عايز تبقى عادل سعيد، شيل البيعه مع بعضيها، خد ده. وبعدين حضرتك يعني لو مش مصدقني اهو اتفضل، ادي الرقم القومي بتاعي اهو، عادل سعيد الجمال. مش ممكن، مستحيل. بس خلاص فهمت، عادل سعيد الجمال، وانا اسمي عادل سعيد جمال. تشابه في الاسماء. تشابك في الاسماك ازاي يعني؟ انا جبت سيره اسماك، تشابه تشابه، عشان كده حصلت اللخبطه. المساعد بتاع ماجد المهندس اتصل بحضرتك عن طريق الغلط بدل ما يتصل بيا، لانه جاب نمرتك من دليل التليفون. بس الحمد لله صديقي الملحن محمود طلعت اتصل بيا في اخر لحظه، ولولا كده ما كنتش فهمت اي حاجه. ايوه يعني حضرتك عايز ايه دلوقتي؟ انا اصلا ماجد المهندس جالي البيت وسمع الاشعار بتاعتي وقال لي بقول لحضرتك ايه، انت تبعد عن ماجد ده خالص. ماجد نزل مصر اساسا علشان يسمع الاغاني بتاعتي. اغاني بتاعتك ايه؟ ماجد جاي لنا اصلا، وبعدين يعني فعلا مع عدوك الا بنكارك انت جاي عايز تاخد مني ماجد؟ ده انا ما صدق ان اشعاري توصل للعالميه العربيه. طب بقول لك ايه، تتحداني؟ ايوه طبعا يتحداك انت وعيلتك الشعره كله. انت اصلا كده شكلك دكتور سنان. ايوه 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 اتحداك. خلاص يبقى مبارزه شعريه بيني وبينك قدام الاستاذ ماجد المهندس. خلاص يبقى بقى يا حلو تحضر كفن قصايدك من دلوقتي، وانت دول كده سن له قصيدتين حلوين كده عشان نغز بيهم ونخلص. انا اللي نفسي اغزك واخلص معكش قصيده حلوه شويه. بصراحه انا محتار لان انطيت كلمه الاخ عادل اني اسمعها، وبنفس الوقت تاني عندي موعد ويا الاستاذ عادل. اتصور ما في حد منكم غشني، بس سوء تفاهم وارد. يبقى الشعر اللي يحكم ما بيننا. هذا صحيح. شنو رايك استاذ عادل؟ لا طبعا الشعر هو اللي يحكم اكيد بيننا يعني. طب يا دول لما تدي له فرصه يعني راجع، اصل شكله كده تلميذ. تلميذ؟ تصدق انك لذيذ وكلامك مش بيغيظ. الله يحفظك. واخرتك مع المعيز. ايه ده طب ليه الغلط ده؟ هو كده قافية حلوة. دولة ده بيمسخرني خالص. بص بيصغر لي ازاي بعينيه دولة يا دولة، ترقع له على موهبته. انت بتشتم رمزي ولا ايه؟ ايوه بشتمه. طيب يبقى انا هضطر ارد عليك. على فكرة بقى انت مش كويس، وواضح من كلامك انك بتهيس. و شنو بعد؟ قافية ناقصة. ناقصة يعني انت مش كويس، وواضح من كلامك ان انت بتهيس. ولما تاكل بتهيس. قافية مظبوطة. جدا مظبوطة جدا. الله عليك يا دولة، وانت كده بتشخبط له بالجاف على موهبته. موهبته دي انا عاملة زي المريالة. مريالة، هلبسك المريالة وهبهدلك بهدلة. فهمني يالا. لسه ساكت. رد علي؟ لا ما هرد طبعا يعني. يلا ما اصل ده على وزن من قال ومن لا يعني. بص احنا نتبارى احسن في اشعار ليها معنى وليها قيمه عشان برضو الفنان يستفيد يعني. وحياه اللي من غير معاد جمعنا، لحنقول كلام وله معنى. يلا اتفضل ابتدي كده وسمعنا. لا ابتدي انت الاول، ولا لسه هتستنى لعم نول؟ كل واحد في شعره هيقول، وكلنا هنقول في الدور، وساعتها هيبان الشعر الحقيقي من المنقول. شعرك اصلا معمول مش ابن اصول، واخرك هتقوله على عربيه فول. الله يا دوله الله، يا مشبعهم ومجوعهم يا دوله. سيبك منهم هجيب لك اخرهم، اصل انا بصراحه جاي وناولهم. حضرتك يعني هو بيقول اي كلام وخلاص؟ طب تعرف تقول قصيده عن مصر؟ يا مصر يا فتحه دراعاتك لكل اللي جاي. ايه ده حضرتك ده حافظ مش فاهم. لا سالت منين ولا فين ولا ازاي. يا اللي ترابك زعفران يا اصل الحنان، بحبك بحبك يا مصر. الله الله الله، كلام جميل.
لا حضرتك كلام جميل. ايه هو بيتكلم عن مصر في المطلق يعني، لكن ما ذكرش الانجازات. طب سمعت القصيده بتاعتي اللي هي بتاعت مترو الانفاق؟ سمعني. سمعك. سمعني. يا مترو توت توت توت، هلحقك ومش هتفوت فوت فوت. يا مترو الانفاق فاء فاء، في كل حته وكل زقاق آه آه. زي ما كنت في حلوان وكنت في شبرا وكنت في غمرة، غدا قريبا هتبقى في الوراء راء راء. يا خبرات يا دولة، ايه الجمال ده يا دولة؟ وسع له بقى دولة كده علشان احتمال ينزل المحطة الجاية. يمكن معوش تذكرة هلا. والله انا مو فاهم شو الموضوع. لا ده اشاره تقدمي، انا فاهمه كويس. ها بقى يا استاذ ماجد، كل حاجه طبعا وضحت. هي انها الاستاذ عادل سعيد ابن عمي طبعا، ولا عادل سعيد اللي هو لسانه زفر ده؟ بصراحه الاثنين زينين. عليك اختار واحد مننا يعني. قول قول ما تتكسفش. لا انا برايي اشوف بعدين وارد عليكم. لا 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 ارجوك يا استاذ ماجد، انت لازم تحسم الموضوع ده دلوقتي. انا احب اعرف رايك بكل صراحه. بصراحه راح اخذ كلام منك يا سعد عادل. انت شاورت غلط، انت قلت منك صح. انا شاورت صح يا سعد. لا هي كنت تقصد كده وبعدين انت شاورت. لا 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 انت قصدت ده ولا دول؟ انا مبروك يا دول، الف مبروك. لا لا هو شاور عليا، شاور عليا. الف مبروك ايه؟ طب حضرتك وانا طيب. انت عندي راي، في صديق عندي يشتغل بالسيرك الشعبي، ممكن تعطي كلام عني. سيرك الشعبي. الله يا دولة ألف مبروك يا عم، ألف مكتوبة لك يا دولة، ألف البلياتشو هيغني لك يا دولة. يبقى بقى دخلني ببلاش. ببلاش خدتكم وش بلكاش، النوبة الجاية ابوهات وقطن وشاش.